هي السنة النبوية، هل ثبتت من حيث ثبوتها؟ هل هي قطعية أم ظنية؟ شكرا زيدو، كمل. كمل كمل، ما زال في أظن الجواب بفغ، ما زال السؤال يتبني سهل من سيوار. يلا تفضلوا. قضية العلماء، العلماء كذا قيل خلاص يعني. لا لا معليش، في خطر الأمة تهدرت، والأمة شنو ندير شغل فيسبوك يلحوا ويجرنا الكار، هضرنا لكم الدنيا ديت مسالاكي اي غير الدنيا ديال البدايه. المساله اللي شرحها ثم زواروث ني راه نحوش كونسونطراسيون فين هاد نشرحها كني بالك هادي عايشين 170 سنه في التسعين، راه بالك هادي 47 دكتوراه ما في التسعين، ثم فين نشرحها كان لي وليا سي بو سان. راه نحتاج الى سمحتي الصمت كامل والتركيز كامل، ومازال نبذا غساكن كان ديماري صافي. السؤال قد في شغل بسيطة، يعني القرآن قطعي ولكن السنة فيها وفيها لكو يهديني. السنة قطعية، نعم ديني دنا وثمثنا أين فغير ماشي دوا. ها خطر أولاد السنة إن هو إلا وحي يوحى ربنا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معلش يلا هرنو استهدف. معلش الجواب بسيط الدينير. السنة قطعية ثبوتا جملة من حيث الجملة، كون كم الإجابة من حيث التفصيل. أعيد، السنة مثل القرآن تماما في القطعية، ولكن جملة لا تفصيلا. إلى وري قبلا بلادين 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم وديفكار ما كانش، لا مستحيل نقلا من حيث النقل نصوص الوحي الآية واضحة، ما ينطق عن الهوى إذن فقد نطق. ماذا نفهم من هذه الله ما ينطق عن الهوى؟ تبعوني مليح، لو كانوا تساوي ضرع 10 قواعد 10 الإسكانير جمت فهم الآية 10 دلالة النص، دلالة العبارة، دلالة الإشارة، لحن الخطاب، فحوى الخطاب، أثنين جمع ذاك وقاذا قياك 10 باش نفهم الوحي قصة في ما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالقرآن ونطق بالسنة، ما نطق به قرآنا ثابت قطعا، وما نطق به في السنة ثابت قطعا في الجملة لا في التفصيل. نعم نعم، التفصيل ذين دنم سواسوا، التفصيل دنم. السنة المتواترة ثابتة قطعا، والسنن الأخرى متفاوتة في الثبوت. ثلاث السنة الظنية في الثبوت، خبر الأحد، أحاديث الأحد ليست ثابتة بالقطع، ليست ثابتة بالتواتر. ركزوا معايا إذن، لذلك واش قال علاش يستخدم قد تجدين السبكي، والحق معنى رجح كما قال قبيلة الأصح، والحق أن الأدلة النقلية يقصد القرآن والسنة مقابل الأدلة العقلية قد تفيد اليقين. متى تفيد اليقين؟ دقي بانضمام تواتر او غيره. اثنيك شمال التواتر
يعني ذحد ذبوال ما استرمض التواتر فيرقى إلى مستوى القطع واليقين إمدهن أو غيره. واش يقصد؟ يقصد الإجماع. راكم تشوفوا مثلا في الأدلة لكني دليل من القرآن، دليل من السنة، دليل من الإجماع. واش ندير بالإجماع مدام هناك القرآن والسنة؟ لا، المراد بذلك أين تكمن قوة الإجماع في وحدة الفهم؟ ميل الصحابة مجمعا في يون الفهم، يون المدلول، يون المعنى، ذاك يصبح الإجماع. شوف القوانس يتفورتي فيه يتسكفوذ المعنى المراد. طيب أدرنوغ كان تفاصيل صافي. من حيث الثبوت أثناء مسفام السنة النبوية ثابتة قطعا مثل القرآن في جملتها، ولكن في تفاصيلها لا، هناك ما هو قطع